منين كابتن هيثم؟ مستمرين في تغطيتنا، ومعانا كابتن احمد الجرحي مدرب عام فريق النادي الاهلي. كابتن احمد، الف مبروك الفوز، الف مبروك الاداء، وبارك لك بشكل شخصي على كاتشانا بقى، يعني في الربع الثالث والرابع اداء اكثر من رائع، الفريق يمكن زود الفرق كمان وما حسيناش باي اهتزاز، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. برحب بكابتن هيثم طبعا، كابتن سراوي وكابتن هاني عم منعم، دول كابتننا الكبار. مبروك ليهم، مبروك لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله كان ماتش مهم جدا، مهم جدا انك تبقى المنافس التقليدي ليك نادي الزمالك، نادي كبير جدا في الباسكت بول، كابتن مرعي جهاز فني على اعلى مستوى، انك انت تكسب ماتش في نادي الزمالك دي بتبقى بطوله دايما لوحدها زي ما احنا عارفين مباراه الاهلي والزمالك. فالحمد لله ربنا كرمنا وكرم اللعيبه النهارده السبب الاساسي في المكسب. شفنا الظروف اللي عدت بيها المباراه، طلبنا ده من المراقب قبل المباراه، وانا قلت له باللفظ، قلت له اللي هيحصل كارثه. الجواب جاي من الاتحاد الباسكت ان ممكن جمهور، بس عن طريق تذكرتي وعن طريق تامين الداخليه وعن طريق يعني في قواعد عشان ايه ان احنا ندخل بيها الجمهور. احنا عايزين جمهور، احنا النادي الاهلي، احنا اكبر جمهور في العالم. يعني هل مثلا تفتكر ممكن فرقه النادي الاهلي تبقى مش عايز تلعب بجمهور؟ انت وراك اكبر جمهور في الدنيا، فانت عايز الجمهور بس عايزه بشكل صح. ما احنا لعبنا اهلي وزمالك في البحرين بجمهور، لعبنا اهلي وزمالك في برج العرب بجمهور، فموضوع بالنسبه لنا مش مشكله خالص. قلت له قبل الماتش هيحصل كارثه، وفعلا حصلت، وحصل زي ما شفت في الممرات هنا مشكله واتلمت. بس خلينا برضو نقول ان انا بشكر اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، لان كانوا هم على اهتمام ونزلوا لنا وتاسفوا لنا، والناس بتحاول تعمل اقصى حاجه، الناس بتحاول يبقى في روح جديده ما بين الاهلي والزمالك، ودي اللي احنا بنرحب بيها وبنشكرهم. بنشكرهم كفايه ان احنا قناه النادي الاهلي موجوده جوه نادي الزمالك وبتصور، دي حاجه كبيره، ودي احنا عايزين كده، احنا عايزين نغيظ بعض ونهزر مع بعض زي زمان، اهلي زمالك مين ما فيش في بيته اهلاوي وزملكاوي، يعني ده طبيعي. فبس ان احنا يبقى في اخلاق، ما يبقاش في حد يتعور، ما يبقاش في حد لا قدر الله يحصل له حاجه. احنا اصلا مش ناقصين، الاجواء اللي احنا كلنا عايشينها مش مخليك ان انت يعني تبقى، ما يبقاش في غل بينا كده بالطريقه دي. احنا بنلعب رياضه، واللي حصل النهارده ما يصحش من اقليه. انا ما بقولكش جمهور نادي الزمالك جمهور محترم وعلى دماغنا، حصل من اقليه بعض المشاكل هنعديها. الكوارتر الثالث والرابع الحمد لله احنا سيستمنا واحد، عندنا لعيبه خبرات وقفوا على رجليهم في الملعب، التزموا بالتعليمات، يعني الحمد لله ربنا كرمهم لانهم تعبوا. وانا قلت لهم ان دايما كل دقيقه اتعامل مع السكور انه 0-0 او انه ايكوال جيم، ما تتعاملش ان انت 12 بونت 14 بونت. دايما اللعيب بيريح لما بيعرف السكور، دي طبع اللعيب المصري. فالنهارده الميزه اللي حصلت انهم الحمد لله ما ريحوش، والحمد لله فضلوا مكملين لغايه اخر ثانيه. مبروك ليهم على الاداء الكبير ده، مبروك لجمهور النادي الاهلي النهارده هينام وهو فرحان، زعلناهم بالمستوى بتاع الفتره اللي فاتت، النهارده جزء او شويه من الوش الحقيقي لفرقه النادي الاهلي الحمد لله. كابتن احمد، فنيا كنتوا مركزين قوي في المباراه، يعني على طول من بعد ماتش القناه اتكلمت مع حضرتك بعد الماتش، قلت لي لا خلاص احنا داخلين في اجواء ماتش الزمالك. النهارده كان باين قوي في الملعب بدليل الحمد لله، يعني طول الوقت الماتش ما تاخرناش ولا مره، ولا حتى الزمالك احرز معانا التعادل. اسهل على الجهاز الفني والمدير الفني واللعيبه الماتشات الكبيره، زمالك اتحاد جزيره، دايما بتبقى اسهل لانك مش محتاج تعد اللعيب نفسيا، مش محتاج تعده ذهنيا، انت يا دوبك بتعده فنيا، ولان هو عارف قيمه المباراه وقدر المباراه، وان هو لازم يبقى مركز، وان جمهوره مستني الماتش، وان هو مين اللعيب اللي هيلعب عليه ومميزاته وعيوبه، كل الحاجات دي بتسهل الماتش عليك. فدايما احنا بنحب نلعب الماتشات الكبيره، وده مش معناه ان احنا في الماتشات الفرق اللي هي اصغر او يعني تاريخها اقل من الزمالك والاتحاد والجزيره ان احنا نتهاون، طبعا ده ما يصحش. فان شاء الله باذن الله نفضل ماشيين على نفس الليفل الفتره الجايه باذن الله. شكرا دايما وبالتوفيق دايما، وباذن الله مستنيين على جمهور النادي الاهلي البطوله في النهايه باذن الله. يا رب باذن الله ان شاء الله. شكرا شكرا ميرسي. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق. الفرحه حلوه مفيش كلام، وما اجملها فرحه بالفوز هنا داخل صاله نادي الزمالك بميت عقبه. ان شاء الله الفريق يؤكد جدارته واستحقاقه في مباراه يوم الجمعه باذن الله رب العالمين، وان شاء الله النادي الاهلي يحافظ على لقب بطوله الدوري او دوري المرتبط ان شاء الله رب العالمين. كمان كابتن هيثم اتفضل.